السلام عليكم. اليوم درسنا إن شاء الله راح يكون عن استخدام المصفوفات في الماتلاب. طبعا راح نتعرف عن إنشاء مصفوفة ذات صف واحد وعدة أعمدة. مثال، لنفرض أننا نريد مصفوفة على الشكل 1 2 3 4. لإنشاء هذه المصفوفة في الماتلاب نقوم بكتابة A تساوي 1 ثم ترك مسافة بين كل عنصر، وبالتالي سوف نحصل على هذه المصفوفة ذات الصف الواحد. أو الخيار الآخر هو ترك فاصلة بين كل عنصر، وبالتالي سوف نحصل على نفس المصفوفة. نقوم بفتح الماتلاب، نكتب A، نفتح قوس ثم 1 2 3 4، نغلق القوس، بالضغط على Enter نحصل على المصفوفة 1 2 3 4. نكتب A تساوي 1 ثم فاصلة 2 فاصلة 3 فاصلة 4، ثم نغلق القوس، بالضغط على Enter نحصل على المصفوفة المطلوبة. 2، لإنشاء مصفوفة ذات عمود واحد وعدة صفوف ولتكن على هذا الشكل 1 2 3 4. أولا، لإنشاء هذه المصفوفة عن طريق الماتلاب يجب فصل العناصر بفواصل منقوطة، أي أننا يجب أن نكتب في الماتلاب A تساوي 1 ثم فاصلة منقوطة 2 ثم فاصلة منقوطة 3 ثم فاصلة منقوطة 4. نفتح الماتلاب، نقوم بكتابة A تساوي، نفتح قوس 1 ثم فاصلة منقوطة 2 فاصلة منقوطة 3 فاصلة منقوطة 4، نغلق قوس، ثم نحصل على المصفوفة ذات العمود الواحد وعدة صفوف. الآن لإنشاء مصفوفة تتكون من عدة صفوف وعدة أعمدة. مثلا نريد إنشاء هذه المصفوفة A تساوي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وهي 3 صفوف في 3 أعمدة. لإنشاء هذه المصفوفة عن طريق الماتلاب نقوم بكتابة A تساوي عناصر الصف الأول، وهي 1 2 3 ثم فاصلة منقوطة 2 3 4 ثم فاصلة منقوطة 5 6 7، ثم نغلق القوس، وأخذ بعين الاعتبار ترك مسافة بين كل عنصر. نقوم بفتح الماتلاب، A تساوي 1 2 3 ثم 4 5 6 ثم 7 8 9، نغلق القوس، بالضغط على Enter نحصل على مصفوفة المطلوبة. الآن لإنشاء مصفوفة صفرية تتكون من صف واحد وعدة أعمدة على هذا الشكل A تساوي 0 0 0. نفتح الماتلاب ثم نكتب A تساوي 0 ثم صف واحد وثلاث أعمدة. نفتح الماتلاب، A تساوي 0 ثم صف واحد وثلاث أعمدة، بالضغط على Enter نحصل على المصفوفة المطلوبة. الآن لإنشاء مصفوفة صفرية مكونة من عمود واحد وعدة صفوف ولتكن على هذا الشكل A تساوي 0 0 0. لإنشاء هذه المصفوفة نقوم بفتح الماتلاب ثم نقوم بكتابة A يساوي 0 ثم نفتح قوس ونكتب 3 1، نغلق القوس، نقوم الآن بفتح الماتلاب A تساوي 0 ثم نفتح قوس 3 صفوف وعمود واحد، بالضغط على Enter نحصل على المصفوفة المطلوبة. الآن لإنشاء مصفوفة صفرية مكونة من عدة صفوف وعدة أعمدة ولتكن على هذا الشكل 0 0 0 0 0 0 0 0، أي أنها 3 صفوف في 3 أعمدة. لإنشاء هذه المصفوفة الصفرية نقوم بفتح الماتلاب ثم نكتب A تساوي 0 3 صفوف في 3 أعمدة. نفتح الماتلاب، A تساوي 0 ثم لدينا 3 صفوف و3 أعمدة، نغلق القوس، بالضغط على Enter نحصل على المصفوفة الصفرية المطلوبة. 7، إنشاء مصفوفة واحدية ذات صف واحد وعدة أعمدة. مثال، نريد إنشاء المصفوفة A تساوي 1 1 1، صف 1 و3 أعمدة. لإنشاء هذه المصفوفة في الماتلاب نقوم بكتابة A تساوي 1 ثم نقوم بكتابة عدد الصفوف وهي 1 وعدد الأعمدة وهي 3. نفتح الماتلاب، نكتب A تساوي 1 ثم سطر 1 و3 أعمدة، بالضغط على Enter نحصل على المصفوفة المطلوبة. 8، إنشاء مصفوفة واحدية ذات عمود واحد وعدة صفوف ولتكن على هذا الشكل
واحد واحد واحد. لإنشاء هذه المصفوفة نقوم بكتابة A تساوي ones، ثم نكتب ثلاث صفوف وعمود واحد. نفتح الماتلاب، نكتب A تساوي ones، ثم نكتب ثلاث صفوف وعمود واحد. الضغط على انتر نحصل على المصفوفة المطلوبة. 9. إنشاء مصفوفة واحدية ذات صفوف وأعمدة متعددة، ولتكن A تساوي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 صفوف في 3 أعمدة. لإنشاء هذه المصفوفة عن طريق الماتلاب نقوم بكتابة A تساوي 1 ثم 3 صفوف و 3 أعمدة. نفتح الماتلاب، A تساوي 1 ثم عدد الصفوف ثم عدد الأعمدة. بالضغط على انتر نحصل على المصفوفة المطلوبة. 10. إنشاء مصفوفة مربعة قطرية، أي أن جميع عناصر القطر الرئيسي يساوي الواحد. لنفرض أننا نريد إنشاء هذه المصفوفة A وهي 1 0 0 0 1 0 0 0 1، أي أن عناصر القطر الرئيسي يساوي الواحد. لإنشاء هذه المصفوفة عن طريق الماتلاب نقوم بكتابة A تساوي I ثم 3، أي أنها مصفوفة مكونة من 3 صفوف و3 أعمدة. نفتح الماتلاب ثم نكتب A تساوي I ثم نقوم بكتابة الرقم 3 لإنشاء المصفوفة المطلوبة. 11. لنفرض أن لدينا مصفوفة التالية A تساوي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. نريد تبديل عناصر الصف مع عناصر العمود، أي أننا نريد المصفوفة التالية A فتحة تساوي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. قمنا بتبديل الصف بالعمود، نكتب المصفوفة A وهي 1 2 3 ثم 4 5 6 ثم 7 8 9. الآن لإنشاء المصفوفة المطلوبة نقوم بكتابة A علامة الاقتباس، بالضغط على Enter سوف نحصل على المصفوفة المطلوبة. 12. كيفية إيجاد معكوس المصفوفة. نفرض أن لدينا المصفوفة التالية ولتكن X يساوي 1 0 2 ناقص 1 5 0 0 3 ناقص 9، وهي مصفوفة مكونة من 3 صفوف و3 أعمدة. الآن لإيجاد معكوس هذه المصفوفة ولنفرض أنه Y، نقوم بكتابة inverse ثم نكتب X، وبالتالي سوف نحصل على المصفوفة المطلوبة. نقوم بكتابة ذلك على ماتلاب. أولا نأخذ المصفوفة X يساوي، ثم ندخل عناصر الصف الأول وهي 1 صفر 2، ثم عناصر الصف الثاني وهي ناقص 1 5 0، ثم عناصر الصف الثالث وهي 0 3 ناقص 9. نغلق القوس ثم نضغط على انتر. الآن نقوم بإيجاد المعكوس للمصفوفة X. كتابة Y يساوي inverse، ثم نقوم بكتابة المصفوفة X. بالضغط على انتر سوف نحصل على المعكوس. 13. إيجاد مربع ومكعب أي مصفوفة. لنفرض أن لدينا مصفوفة A وهي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. لإيجاد مربع المصفوفة نقوم بكتابة B تساوي A نقطة ثم نكتب 2 لنحصل على المصفوفة المربعة. والحصول على مكعب المصفوفة نقوم بكتابة C تساوي A نقطة ثم 3 لنحصل على المصفوفة المطلوبة. نفتح الماتلاب، مصفوفة A. الآن المصفوفة الجديدة هي B تساوي A نقطة للتربيع، ثم نضغط على Enter لنحصل على المصفوفة المطلوبة. للحصول على المصفوفة C نقوم بكتابة C يساوي A نقطة، ثم نقوم بكتابة 3 للحصول على المصفوفة C. الآن هي استخدام التسلسل في المصفوفات، أي إضافة مصفوفة إلى مصفوفة أخرى. لنفرض أن لدينا المصفوفة الأولى ولتكن A تساوي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ولتكن المصفوفة B تساوي 10 11 12 13 14 15 16 17 18. الآن نريد تكوين مصفوفة جديدة ولتكن C على هذا الشكل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ثم المصفوفة الثانية وهي 10 11 12
13 14 15 16 17 18، وهي عبارة عن المصفوفة A والمصفوفة B، عبارة عن ثلاث صفوف في ست أعمدة. C تساوي A ثم فاصلة B. نقوم بكتابة ذلك في الماتلاب. نكتب المصفوفة A وهي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ثم نكتب المصفوفة B تساوي 10 11 12 13 14 15 16 17 18. الآن نقوم بكتابة المصفوفة الجديدة C تساوي A ثم فاصلة B. الضغط على Enter نحصل على المصفوفة مكونة من ثلاث صفوف وست أعمدة. الآن لإنشاء مصفوفة جديدة ولتكن D 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ثم نكتب المصفوفة B 10 11 12 13 14 15 16 17 18، وهي مصفوفة B، مصفوفة ذات ست صفوف بثلاث أعمدة. لإنشاء هذه المصفوفة عن طريق الماتلاب نقوم بكتابة مصفوفة D تساوي، نفتح قوس نكتب A ثم الفاصلة المنقوطة ثم B، نغلق القوس بالضغط على Enter نحصل على المصفوفة المطلوبة. في الدرس القادم إن شاء الله سوف نتكلم عن الجمع والطرح وقسمة وضرب المصفوفات.